ينضم الينا عبر الهاتف من فيينا المحلل السياسي واليمني الاستاذ توفيق حميدي. استاذ توفيق، بدايه مرحبا بك. يعني مع تسارع وتيره هجمات الحوثيين، ما تفسيرك لهذا التطور على صعيد المواجهه في اليمن؟ مساء الخير لك ولجميع مشاهدي قناتكم الكريمه. في حقيقه الامر اليوم ما حدث في عدن هو امر مستنكر سواء على المستوى السياسي او على المستوى الحقوقي والقانوني، لكنه امر لم يكن مستبعدا في ظل طول امد الحرب وتطور قوة الحوثيين الجوية سواء الطيران المسلحة والصواريخ، خاصة مع تأكيد وجود دعم فني ولوجستي من قبل إيران، وبالتالي إضافة إلى تغيرات إقليمية كبيرة حدثت في الفترة الأخيرة خاصة مع توتر الأوضاع في الخليج. سنأتي إلى التطورات الإقليمية في المنطقة. يعني بعد أن نتحدث عن مقتل القائد أبو يمامة، كيف أثر مقتل هذا القائد على شكل المواجهات في جبهة عدن؟ هو بلا شك اليوم القائد أبو يمامة هو أحد القياديين وخاصة الأذرع المحسوبة على دولة الإمارات العربية المتحدة، وبلا شك بأن ذلك سيكون له انعكاس كبير. وأعتقد أن الهدف كان من اغتيال القائد أو من اغتيال أبو اليمامة هو خلط الأوراق في الجنوب، خاصة أنه بعد مقتل أبو اليمامة ظهرت دعوات للانتقام خاصة من أبناء المحافظة الشمالية الذي اعتبروهم كلهم مع جماعة الحوثي، وهذا منافي للحقيقة. هذا التطور بلا شك سيضع آثار كبيرة سواء على المستوى الاجتماعي والمستوى السياسي في المستقبل القريب، لكن الذي نؤكده أن قيادة المنطقة الرابعة هي المسؤولة اليوم عن المواجهات العسكرية أمام جماعة الحوثي سواء في الضالع أو في لحج أو بقية البحر. هناك تصعيد إيراني بحسب مراقبين في جبهة اليمن، لماذا هذا التصعيد خلال هذه المرحلة على جبهة اليمن؟ الإيرانيون اليوم يستخدمون كافة أوراقهم العسكرية والسياسية في مواجهة الضغط الذي يواجهونه، سواء الضغط المتعلق بالحصار الاقتصادي من قبل الولايات المتحدة الأمريكية أو من خلال التطورات العسكرية في الخليج العربي. واليوم الولايات المتحدة الأمريكية وكثير من الدول تسعى إلى تشكيل قوة إقليمية للحفاظ على طرق الممرات التجارة الدولية، واعتقد ان الايرانيون يريدون ان يوصلوا مجموعه من الرسائل انهم قادرون ان ينقلون هذه المعركه ويطورونها ليس في باب في مضيق هرمز فقط، وانما حتى الى باب المندب. هذه الضغوط الامريكيه على ايران الا تقود الى ان تستهدف الولايات المتحده ميليشيا الحوثي؟ هو من المفترض نحن دعونا أكثر من مرة إلى أن الحكومة الشرعية من المفترض أن تدرك هذه الجماعة ضمن قائمة الإرهاب، تليها الدول الدولية. جماعة الحوثي ما تمارسه على الأرض وما مارسته ضد الحكومة الشرعية هو إرهاب بكافة المقاييس والاعتبارات سواء الإنسانية أو الدولية، وهو من المفترض من سابق وكان هنالك إشارات أمريكية بخصوص جماعة الحوثي، لكن نعم. أيضا يبدو أن تطور الحرب في اليمن يخدم كثير من الدول يعني الغربية على صعيد بيع السلاح. هذه الإشارات الأمريكية ألا تؤدي إلى ضربة عسكرية أمريكية؟ أنا باعتقاد أن الأمريكان لن يقدموا على أي ضربة عسكرية للجماعة الحوثي ما لم تكن في سياق إقليمي شامل في ظل حرب تستهدم كافة الأذرع الإيرانية في لبنان في اليمن في غيرها من المناطق، لكن بدون ذلك أنا أستبعد، لأن الولايات المتحدة الأمريكية ستظل تستفيد من الحرب اليمنية على المستوى الاقتصادي وبيع السلاح وتقديم الدعم اللوجستي قدر الإمكان. نشكرك شكرا جزيلا عبر الهاتف من فيينا المحلل السياسي اليمني سيد توفيق حميدي، شكرا لك.